استاذ مارون، اول شيء شو رايك بالجيم بشكل عام؟ حبيته كثير اليوم للجيم، كان على كل المستويات من يلي نحن بنطمح له على مستوى جمهور. ما راح بحكي تكنيك يعني، بس على مستوى جمهور، تنظيم ملعب، ارض، منصة، مدرجات، كان كل شيء بياخذ العقل. بتصور رح نحكي اكثر على بارت الجمهور، كيف شايف جمهور الحكمة السنة، خصوصا انه العدد ما عم يكون مثل السنة اللي قبل؟ حسب الجيم عم بيكون العدد، حسب التوقيت كمان بدنا ناخده بعين الاعتبار اي ساعة عم بيكون الجيم، حسب كمان ما تنسى انه نحن بغزير وبين بيروت ومحل ما موجود القعدة تبع الجماهيرية تبع نادي الحكمة اكثر شيء، اكيد موجود بغير مناطق كمان يعني، بس يلي بده يجي من بيروت بتخيل غير رأيه اليوم لانه نهار جمعة وكان كثير عجقة على الطرقات. شو قد ايه رح ترجع تصير 10,000 او رح تضل 5,000؟ نحن بنتمنى بدون ما تكون عم بتأثر على الناس يلي عم يدفعوا مصاري، بنتمنى انه يكون عندنا مصدر كمان حتى من الجمهور، النادي يستفيد، خاصة انه كل الاندية بحاجة لهال الترانش الصغيرة يلي بتكون من المشجعين يلي عم بفوتوا على الملاعب بيدفعوا حق بطاقات. شو وضع اخر سؤال، شو وضع الإدارة بنادي الحكمة؟ كثير منيح وضع الإدارة الحمد لله، استقرار، تفاهم، انسجام وتخطيط، أهم شيء تخطيط لبعدين، وعم نستفيد قد ما فينا من الاستقرار يلي كنا مشتاقين له، صرنا كثير زمان ما عشناه. الحمد لله عندك كان رئيس نادي ولا الامين العام ولا الاعضاء بالاداره يلي عم بيشتغلوا وعم يحضروا اجتماعات وعم بيخططوا لبعدين، تفاهم كامل ورضا كامل من كل يلي لهم علاقه بمسيره النادي. اوكي، مرسي كثير استاذ مارون. مرسي لك.